أما المندوب الأوكراني في مجلس الأمن فاتهم روسيا بعسكرة محطة زابوريجيا النووية وحذر من خطورة تداعيات استهدافها من قبل القوات الروسية. مع استمرار عسكرة موقع محطة زابوريجيا على يد القوات المسلحة الروسية وقصف المحطة وإلحاق ضرر لمواقع بعينها في المكان، فمن الحتمي أن يكون في هذه البعثة خبراء مؤهلين في البعد العسكري. يمكن أن يتحقق هذا بتضمين هؤلاء الخبراء في فريق البعثة. وترى أوكرانيا قيمة هائلة أيضا في الاستفادة من الخبرات السياسية الهائلة في الأمم المتحدة. ممثلو الأمم المتحدة سيتمكنون من المساهمة بشكل هائل في إعداد التقرير النهائي للبعثة، وبالتالي سيورد البعد العسكري للتهديدات الخطيرة والتحديات الخطيرة للأمن والسلامة النووية والضمانات في موقع المحطة بسبب احتلالها وعسكرتها من قبل القوات المسلحة الروسية.